الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع سورة الحاقة من الآية الأولى إلى الآية الثامنة فلننتبه. بداية شرح الآيات، قال تعالى: الحاقة. والحاقة هي القيامة الواقعة حقا التي يتحقق فيها الوعد والوعيد. ما القيامة الواقعة حقا في صفتها وحالها؟ وأي شيء أدراك أيها الرسول وعرفك حقيقة القيامة وصور لك هولها وشدتها؟ والحاقة هي من أسماء هذا اليوم العظيم، ويوم اليوم الآخر أو يوم القيامة سمي بأسماء عديدة، وكثرة الأسماء تدل على عظمة المسمى. سمي بالقيامة، وهذا الأشهر سمي بيوم الحاقة، سمي بيوم التغابن، سمي بيوم الصاخة، سمي بيوم الطامة، سمي بيوم القارعة، سمي بأسماء عديدة تدل على عظمة هذا اليوم. هذا اليوم هو يوم الحسرة، قال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ أي ما أعلمك أيها الرسول بها؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة. كذبت ثمود وهم قوم صالح عليه السلام الذين عقروا الناقة، قتلوها، وقد حذرهم نبي الله عز وجل صالح عليه السلام من أن يمسوها بسوء. وعاد وهم قوم هود بالقيامة التي تقرع القلوب بأهوالها. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، والقارعة أيضا من أسماء هذا اليوم العظيم. ولماذا سميت بالقارعة؟ لأنها تقرع القلوب بأهوالها العظيمة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، فأما ثمود فأهلكوا بالصيحة العظيمة التي جاوزت الحد في شدتها. وأما عاد فأهلكوا بريح، والريح هو جند من جنود الله تبارك وتعالى. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، أهلكوا بريح باردة شديدة الهبوب، سلطها الله عز وجل عليهم، سخرها عليهم، مسخرة بأمر الله تبارك وتعالى. ولذلك من دعاء الريح حينما نجد ريح شديدة أن نقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. هكذا علمنا نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، سخرها الله تبارك وتعالى عليهم لأنها جند من جنود الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو. سخرها عليهم كم؟ 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ يبقى إذن ثمود أهلكهم الله عز وجل بالصيحة العظيمة التي جاوزت الحد في شدتها. وأما عاد فأهلكوا بريح باردة شديدة الهبوب، سلطها الله عز وجل عليهم 7 ليال و8 أيام متتابعة لا تفطر ولا تنقطع، فترى القوم في تلك الليالي والأيام موتى كأنهم أصول نخل خريبة متآكلة الأجواف، فهل ترى لهؤلاء القوم من نفس باقية دون هلاك؟ سبحان الله العظيم جل وعلا. والآن مع التكرار، بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة. 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 كذبت ثمود وعاد بالقارعة.
بالقارعة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، 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 وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، وأما عاد فأهلكوا بريح فأهلكوا بريح صرصر عاتية، وأما عاد فأهلكوا بريح فأهلكوا بريح صرصر عاتية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر بريح صرصر عاتية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، وأما عاد فأهلكوا بريح فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية 8 أيام، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فترى القوم فيها صرعى كأن إنهم أعجاز نخل خاوية، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من فهل ترى لهم من باقية 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 الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية
الطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟